السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة محمد العدل. الفيديو ده ان شاء الله هقول لك فيه على خمس حاجات دول لو انت عملتهم في امتحان العربي توصل ان شاء الله للدرجة النهائية في العربي. الدرجة النهائية ديت اللي هي كام؟ اللي هي من 79 ل 80. جبت 79، 79 ونص من 80، ده كده يعتبر ايه؟ انك مقفل المادة، لان اللي بيجيب 80 من 80 في امتحان العربي على مستوى الجمهورية ممكن يكون حوالي 200 طالب 300 طالب من اصل كام؟ من اصل 650 الف طالب. ف79 او 79 ونص من 80 نعتبر ان احنا ايه؟ مقفلين الامتحان ده ان شاء الله. امتحان العربي اتفقنا على كده ان هو اول امتحان واهم امتحان، لازم نطلع من الامتحان ده واحنا كويسين كده وحالين كويس عشان يبقى عندنا طاقه نكمل باقي الامتحانات بشكل كويس. طب ايه بقى الخمس حاجات اللي احنا نعملها في الامتحان ده عشان نوصل للتقفيل ونطلع من الامتحان كده مظبوطين والدنيا تكون لذيذه معانا؟ اول حاجه لازم وانت رايح الامتحان ده اعصابك تكون هاديه خالص، مهما حسيت بتوتر او قلق يعني ايه، حاول تبعد التوتر ده عنك وحاول تهدي اعصابك وتكون ايه، ثلاجه ماشيه على الارض. انا في الامتحانات بتاع الثانويه يعني كنت ببقى رايح الامتحان عامل شبه الفرخه الدايخه كده، اه والله يعني من الخوف، رجل قدام ورجل ورا والدنيا بايظه معايا خالص، مع اني ما كنت يعني ايه مذاكر. اول امتحان ده اللي هو امتحان العربي لما احنا دخلنا كده الحوش بتاع المدرسه قبل ما نطلع الفصول اللي هي اللجان، حاسس اني مش فاكر اي حاجه من الماده، يعني بجد والله حاسس ان الماده كلها خلاص اتنست، مش فاكر اي حاجه ولا دخلت ثانويه عامه من اصل. بس يعني اطمنت لما لقيت ايه الناس زمايلي كلهم نفس الاحساس، قلت ده ايه حاجه عاديه. هتطلع اللجنه ايه القلق هيزيد شويه، هتقعد كده بقى وعلى حسب المكان بتاعك، لو انت مثلا قاعد جنب الباب القلق بيزيد قوي، قاعد جوه خالص لا القلق بيبقى ايه خفيف شويه، مع ان السنه دي كله لابس كمامه والدنيا صعبه يعني، بس ايه هي نفسيات كده. ما علينا من الكلام ده كله، اول ما تشوف سؤال واحد بس في الامتحان انت عارف الاجابه بتاعته هتكتب السؤال ده وهتدخل في مود الامتحان وهتنسى الخوف والقلق والتوتر والدنيا هتكون لذيذه معاك. يبقى انت ولا تخلي نفسك قلقان ولا تخلي نفسك متوتر ولا الحاجات دي خالص، روح كده بنفس هاديه وما تاخدش معاك ولا كتب ولا مذكرات وانت طالع من البيت، والله ما هتعمل فيها حاجه، هتوتر نفسك على الفاضي، خصوصا لو شفت سؤال في الكتاب وانت ما انتش عارف الاجابه بتاعته. لا اقرا مثلا قران وانت رايح، اذكر ربنا، بس الحاجات ديت اللي هتطمنك، انما وقت الكتب خلاص خلص تمام. يعني وانت رايح اللجنه كده ايه ما تشيلش في نفسك بقى كتب وتجيب مذكرات ولا اللي ايه لسه رايح اول درس في السنه تمام. يبقى اول يوم خلي نفسك هادي جدا، اعصابك ثلاجه، ما تشيلش في دماغك اي حاجه، ده كله احساس طبيعي، واول ما تشوف ورقه الاسئله وتبتدي تحل في البوكلت هتنسى كل الكلام ده تمام. الحاجه الثانيه تقسيمة الوقت، لازم تقسم الوقت بتاعك على الفروع في الامتحان بتاع العربي، لان انت لو ما قسمتش الوقت هيكون الموضوع صعب جدا عليك. في ناس للاسف قعدت في التعبير السنين اللي فاتت ساعه وساعه و10 وظلمت باقي الاسئله على حساب التعبير، ما ينفعش، احنا هندي دلوقتي لكل سؤال في الامتحان وقت محدد عشان الوقت يكون ايه متقسم معاك مظبوط ويكون عندك فائض في الوقت انك ايه تقدر تراجع الحاجات اللي انت حليتها. طيب هندي للتعبير قد ايه؟ التعبير الابداعي والوظيفي الاثنين كده مع بعض هنديهم يا سيدي 40 دقيقة. عندك القصة 15 دقيقة، القراءة 15 دقيقة، عندنا بعد كده الأدب هنديله 10 دقايق، البلاغة 10 دقايق، وعندنا بعد كده النصوص طويلة شوية، يعني عندنا شعر نصين وعندنا النثر نص واحد، فهما ثلاث نصوص يعتبر وقت يعني إيه عاوزين وقت طويل شوية، فهنديهم الثلاثة دول 40 دقيقة. النحو هنديله كام؟ النحو يا سيدي هنديله 30 دقيقة. لو انت جمعت الدقائق اللي انا قلت لك عليها ديت هتلاقي المجموع بتاعها 160 ايه دقيقه. ال 160 دقيقه دول من اصل كام؟ من اصل 3 ساعات اللي هم 180 دقيقه. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا 160 من اصل 180 دقيقه، يعني معانا 20 دقيقه زياده. خد بالك من الوقت اللي انا قايل لك عليه مثلا اللي هو 40 دقيقه نصوص، 30 دقيقه نحو، 15 دقيقه قصه، انا مديك وقت بزياده، يعني انا كنت مدي للسؤال المقالي دقيقتين ومدي للسؤال اللي هو مفرد او جمع اختياري والحاجات دي مديها دقيقه. يعني مديك وقت ايه فوق الحاجات دي بزياده تمام. فالوقت اللي انا بقول لك عليه ده لو انت مشيت بيه في الامتحان هتلاقي الامتحان ايه بيتحل معاك بسهوله كده ومعاك وقت اضافي. الوقت الاضافي ده بقى هتعمل فيه ايه؟ هتراجع بقى على الحاجات اللي انت جاوبتها، تشوف مثلا الكلام بتاعك مظبوط ولا لا، كلمه مثلا نص نقطه ولا حاجه. انا لقيت نفسي عندي ثلث ساعه فاضيه في الامتحان بتاع العربي وخلاص رجعت وكل حاجه، دخلت على موضوع التعبير شكلته بالقلم والرصاص اول صفحه بس، يعني مثلا الكلمه ديت مضمومه يعني مرفوعه قصدي احط ضم، الكلمه ديت قبلها حرف الراء يبقى الكلمه ديت مكسوره احط تحتها كسر، حاجات خفيفه خالص كده بالقلم والرصاص وبس يعني تمام. يبقى تقسيمه الوقت مهمه جدا. الحاجه رقم ثلاثه النظام وانك تقرا السؤال للنهايه، لازم تقرا السؤال للنهايه، اغلب الاسئله المقاليه في امتحان العربي بتكون من شقين، يعني بيسالك على حاجتين، فانت لازم تقرا السؤال للنهايه بتاعته عشان تعرف هو بيسالك على حاجه واحده ولا حاجتين، لانه مثلا يقول لك ايه؟ وضح الخيال او اللون البياني في قوله كذا
وايه سر الجمال بتاعه. ممكن الناس تقول ده استعاره، ده كنايه، مش عارف ايه، بس ينسى ايه سر الجمال بتاع الحاجه اللي قالها. لا، لازم تقرا السؤال للنهايه عشان تشوف هو طالب منك ايه بالتحديد. ممكن يكون طالب حاجتين، ولما انت تخلص الشكر الاول من السؤال اعمل فاصله او نقطه وايه كمل الاجابه بتاعت الشكر الثاني من السؤال. خد بالك برضه ان هو ايه بيقول لك ايه، اجب عن احد السؤالين او اجب عن الف او ب. في اسئله مقاليه في الامتحان كتير جدا هيقول لك ايه اجب عن الف او ب. خد بالك ان هو بيقول لك جاوب على حاجه واحده بس، ملوش لازمه انك تجاوب على الاثنين وتضيع وقتك. لقيت في النهايه انك معاك وقت اضافي عاوز تجاوب على الاثنين جاوب، بس هو بيسالك دلوقتي يقول لك ايه جاوب عن حاجه واحده بس. نخلينا في المضمون الاول، هو بيقول لك جاوب عن الف او ب، لازم انت بتجاوب تحدد له انت جاوبت على الف ولا جاوبت على ب. ما تكتبش الاجابه وخلاص، يعني انت مديك سؤال الف وسؤال ب، شوف السؤال الاول اللي انت متاكد منه وسهل بالنسبه لك واكتب هو الف ولا ب واكتب الاجابه بتاعته. طيب يا سيدي، انا مثلا في سؤال جاوبته غلط والمساحه المخصصه للسؤال ده خلاص خلصت، يعني انا السؤال ده دلوقتي غلط وانا كتبته بالجاف وعاوز اكتب الاجابه الصح، الاجابه ديت انا غلطت فيها وعاوز دلوقتي اكتب الاجابه الصح، اعمل ايه؟ خطين رصاص كده على الاجابه اللي انا كتبتها غلط واكتب كده تحت السؤال على طول ان تم الاجابه على هذا السؤال في المسوده صفحه كذا. معاك صفحتين في نهايه البوكلت فاضيين وهتلاقيهم مترقمين، الصفحات دي اسمها المسوده. لو انت غلطت في اي سؤال او عاوز تكتب حاجات اضافيه عن اي سؤال اكتب رقم السؤال، اكتب رقم السؤال في المسوده وجاوب عليه مع ذكر انك جاوبت عليه في المسوده. يعني هتيجي مثلا تحت السؤال ده اللي هو خلاص ما بقاش فيه مكان هتقول تم الاجابه على هذا السؤال في المسوده صفحه كذا، هتروح بقى للمسوده صفحه كذا ونفترض السؤال اللي احنا غلطنا فيه وعاوزين مكان نكتب الاجابه الجديده هو السؤال رقم 22. هنيجي على المسوده نكتب جيم اللي هو الاجابه يعني 22 ونكتب تحتها ايه الاجابه بتاعت السؤال ده. تمام، لازم تكون منظم كده عشان ايه المصح ما يتعبش هو ايه بيعلم الورقه بتاعتك وايه ويكرمك في الدرجه. تمام، عندك مثلا اسئله الاختياري بيقول لك ايه، بيقول لك يعني مثلا ا ب ج د وحاطط لك سيركل او دايره كده ايه على كل رمز مثلا الف وب وج د، هو بيقول لك ظلله، ما تقعدش بقى تعمل صح وغلط والحاجات دي، هو ايه ظلل بس كده الدايره اللي مكتوب فيها الف ولا ب ولا ج ولا د. تمام، لازم تاخد بالك من الحاجات دي تنفذ التعليمات، هما اللي قايلين الكلام ده. اجابه طبعا لازم تكون بالقلم الجاف اللون الازرق فقط. تمام، يبقى تالت حاجه قلناها النظام وان احنا نقرا السؤال للنهايه. رابع حاجه، لازم من دلوقتي تحل النموذجين بتوع الوزاره اللي هم نماذج البوكلت، النموذج الاول والنموذج الثاني، هتلاقيني سايبهم لك اسفل الفيديو ده بالاجابات بي دي اف. ليه تحلهم؟ لان دول طبيعه الاسئله اللي المستشار المادي هيجيبها لك في الامتحان، يعني هو بيديك اسئله في النموذج الاول والنموذج الثاني وهيجيب لك الاسئله ديت بس بشكل تاني في الامتحان الرسمي. يعني بص على النحو مثلا اللي هو جايبه هتلاقيه بيسال في المصادر، سال في امتحان عن المصدر الرباعي وسال في امتحان تاني عن المصدر الخماسي، اذا بنسبه كبيره جدا هيجي لك سؤال عن المصادر في النحو. ذاكر بقى المصدر الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي وتذاكر معاه الوزن بتاعه او الفعل بتاعه. تمام، بيسال عن نحت الجمله، نحت الجمله مشهور جدا يبقى متوقع ان هو يجي. بيسال عن النائب عن المفعول المطلق يبقى تذاكر الدرس ده. بيسالك عن الممنوع عن الصرف يبقى تذاكر الدرس ده. بيقول لك مثلا شيل غير وحط سوى او حاجات زي كده، يبقى لازم تاخد بالك من نوعيه الاسئله اللي زي دي. بيسال عن كلمتين في الكشف في المعرفة، فانت ايه تشوف كده هو بيسال في ايه. الحاجات اللي هو بيسالك فيها في النماذج التدريبيه غالبا بتكون هي نفسها الحاجات اللي هتجي لك في الامتحان النهائي، يعني نمط الاسئله بيكون واحد، عملوا كده في السنين اللي فاتت. فلازم تحل نموذج الوظائف الاول والثاني عشان تفهم دماغ مستشار الماده بيفكر في ايه وايه نوعيه الاسئله اللي هو بيفضلها وبالتالي هتجي لك في الامتحان. الحاجه الخامسه، اوعى تسيب سؤال فاضي. للاسف ناس بيقابلها سؤال او اثنين صعبين في الامتحان يقول لك انا ما عرفتش السؤال ده، طيب يعني جاوبت عملت فيه ايه؟ يقول لك لا ما جاوبتش، سبته فاضي. سبته فاضي ايه؟ انت لما بتسيب السؤال فاضي بتقول للراجل اللي هو بيعلم اديني صفر، اه والله بتقول له اديني صفر، ما هو راجل يعني لو عاوز يكرمك مش هيلاقي حاجه يكرمك عليها، انت سايب له الاجابه بيضة هيديك صفر، يعني كل ضمير صفر، هيديك ايه يعني؟ انت لازم تكتب اجابه، هتقول السؤال انا مش عارف الاجابه بتاعته، بص شوف الحته اللي السؤال بيسالك فيها، وايه المعلومات اللي عندك بخصوص الجزئيه او النقطه اللي بيسالك فيها اكتب. هتاخد نص درجه يا سيدي، مش هيساويك باللي سايب الاجابه فاضي، اقل حاجه هيديك نص درجه او درجه، يبقى ايه استفدنا منه؟ والنص درجه بتفرق كتير قوي معانا في الثانوي. يبقى دول يا جماعه خمس حاجات، الخمس حاجات دول باذن الله لو انت عملتهم في امتحان العربي هتطلع من الامتحان ده وانت مبسوط جدا والله، والدنيا هتكون لذيذه معاك وباذن الله هتوصل فيه لدرجه عاليه 79 او 79 ونص من 80 ان شاء الله. يبقى كده الفيديو بتاعنا ده مهم جدا، سجل الحاجات ديت عندك في نوتك كده واعملها يوم الامتحان وان شاء الله هتطلع مبسوط وباذن الله هيكون امتحان يعني سعيد للجميع وترجعوا من الامتحان ده سالمين غانمين ان شاء الله. اتمنى الفيديو ده يكون نال اعجابكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.